كيف المعارك التي شهدتها أوكرانيا ستلقي بظلالها على الاقتصاد الأوروبي الذي عانى كثيراً خلال الشهر الفائت من تبعات الهجوم الروسي، وفق ما أكده خبراء اقتصاد دولي. كبيرة الخبراء الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية الدولية لورانس بون، وخلال لقاء مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية، قالت أن الهجوم الروسي على أوكرانيا سيكلف أوروبا نقطة إلى نقطة ونصف من النمو بحسب مدة الصراع، فيما قد يرتفع التضخم نقطتين إلى نقطتين ونصف. الخبيرة الاقتصادية أشارت إلى أن درجة عدم اليقين تبقى عالية فيما يتعلق بهذه التقديرات، لكنها شددت على ضرورة إجراء تفكير متعمق حول المواضيع الأساسية بما فيها أمن الغذاء والطاقة والأمن الرقمي، فضلاً عن تنظيم التبادلات التجارية. ورداً على سؤال عن ارتفاع الأسعار المعممة في أعقاب الحرب في أوكرانيا، أوضحت أن الصراع يرفع توقعات أسعار الحبوب والأسمدة التي تصدرها روسيا وأوكرانيا، وأن ذلك قد لا يؤثر على المحاصيل لهذا العام فحسب، لكن أيضاً على محاصيل عام 2023. وفي شأن متصل متعلق بتبعات الحرب، أعلنت دول البلطيق توقف استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، وقال رئيس شركة كوناكس بالتيك غريد لنقل وتخزين الغاز الطبيعي في لاتفيا أولديس باريس أنه منذ الأول من نيسان أبريل الجاري لم يعد الغاز الطبيعي الروسي يتدفق إلى لاتفيا وإستونيا وليتوانيا. هذه الخطوة تأتي مع تعثر الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الدولية غير المسبوقة، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر دول الاتحاد الأوروبي من أن عليها فتح حسابات بالروبل لتسديد ثمن الغاز الروسي، ملوحاً بأن العقود الحالية سيجري وقف العمل بها في حال عدم السداد.